فتيات دعونا لا نفعل لست في مزاجي. لا ديانا، لا نحب هذا المزاج. لما لا تخبرين ماذا حدث لك؟ لم نأتي عندك وأيدينا فارغة. أجل، نريد أن نسعدك. انظري لهذا الأرنب، ليس ظريفا؟ أجل إنه ظريف. فتيات شكرا، لكنني أريد أن أبقى بمفردي. فهمت، ليس للأرنب تأثير. ناستيا، ديانا انظري كم هذا السبارو ظريف، إنه يرقص من أجلك أنت فقط. ناستيا شكرا على أغنية عيد ميلاد سعيد، لكنه ليس عيد ميلادي. هيا ديانا أخبرينا، ستشعرين بالتحسن. نحن فريق، لا يجب أن تكون بيننا أسرار. أنت من قلت هذا؟ أجل. حسنا ديانا، هيا ماذا هناك؟ أريد أن أكون صريحة معكم، لكن لا أستطيع. فتيات، نتركها بمفردها كي تشعر بالتحسن؟ أجل، لكي تجلس هنا وتبكي وتغرقه الفتنة بالدموع. فتيات، ماذا نفعل؟ ناستيا، أحضر الشباب. هيا. شباب، لا تعتقدوا أنني أتظاهر أنني الأمير جلومانيا. لدي مشاكل حقيقية، لكن لا أستطيع أن أخبركم بها. سأخبركم بها لاحقا. حسنا، فهمت، لن نضغط عليك، لكننا نريد أن نساعدك، وسنبذل جهدنا لنفعل هذا. ماذا، كيف حالها؟ ليس جيدا شباب، لكنها لا تريد أن تخبرنا. ماذا، أن أحسن مزاج ديانا؟ لا، فماذا يمكن أن يكون قد حدث؟ شباب، أنا سأساعدها، تعلموا. جرب. ولما ملكتي حزينة؟ الملكات لا يجب أن يكونوا حزينات. إذن لن تكوني حزينة، رقصة مميزة. ناسيا، لماذا؟ ديانا، ماذا؟ بصراحة نحن نحاول من أجلك لكي لا تحزني. حسنا، شباب شكرا على محاولتكم لإسعادي، أنتم أصدقاء حقيقيون، أشعر بالتحسن الآن. ديانا، إذن ماذا حدث؟ لكن لا تخبرين إن كنت لا تريدين. لكن من الأفضل أن تخبرين بالطبع كي نساعدك. حسنا شباب، لم أكن أريد أن أخبركم، لكن بما أنكم تسألون إذن علي أن أخبركم. فقد أظن أن الأحد منكم يمكنه مساعدتي. لحظة ديانا، لما لا يمكننا مساعدتك؟ هل لديك بذرة في مكان ما؟ كنابة، هذا مضحكا جدا. ديانا، هل يكبر شعر في لسانك؟ أجل مايا، قضيت علي. فتيات، ما هذا الهراء؟ ديانا مستعدة للتحدث لنسمعها. ديانا، نحن أصدقاؤك وسننصت لك وسنساعدك بأي طريقة. شباب، اليوم والدي أخبروني بأخبار ليست جيدة، سينتقلون للعيش في دولة أخرى، وبالطبع يجب أن أذهب معهم. أنا حزينة جدا، لأنني لا أريد أن أترك فريقي وأصدقائي هنا. وأنت تيمور، لم أكن أريد أن أخبركم بهذا، لأنني أظن أنكم ستكونون في مزاج سيء بسبب هذه الأخبار. طبعا ديانا، لم أكن أعلم أن الأخبار ستكون بهذا السوء. طبعا ديانا، لا أريدك أن تذهبي، ماذا سنفعل من دونك؟ هل هذه النهاية؟ ديانا، لا أريد أن أواعد أحدا آخر. ليس هذا ما عليك أن تفكري به الآن، يجب أن نحل الأمر. أنت جاد، كيف ستحل الأمر؟ خالة يونونا آسف، لكن ديانا لن تذهب لأي مكان. لا، هذا ليس جيدا. شباب، لقد فات الأوان، والدي يحزمون أمتعتهم وقاموا بشراء التذاكر. حسنا، لا أعلم ماذا أفعل. حسنا ديانا، لا تبكي، جميعنا سنقوم بإقناع والدي ديانا لكي تبقى. ديانا، أعطني رقم والدتك. ادعوا، سأتحدث مع والدتي ديانا لأنني صديقها. أظن أن جميع من في المنزل الريفي يجب أن يتصل بوالدي ديانا، لا يمكننا تركها تذهب. أجل، هذا هراء، لم يكن يجب أن ينتهي الأمر بهذا السوء. شباب، ماذا إن اختبأت في أحد منازلكم؟ عندها والدي لن يذهب من دوني. ديانا، هذا لن ينفع. ديانا، والدك لن يذهب، لكن سيقومون بإعلان اختفائك، هذه ليست فكرة جيدة. حسنا، الآن سنضع منزل بوني في حالة تأهب. المنزل الريفي بأكمله، وعلى الجميع أن يتحدثوا مع والديك كي يتركوك هنا. الآن مدرسة بوني ستنتهي ولم أذهب هناك أبدا. رائع، انظر له. أنا أريد أن تبقى صديقتي هنا وهو يفكر في مدرسة بوني. شباب، تعرفون أنكم أصدقائي، أنتم سندي، إن استطعتم إقناع والديك لا أذهب سأكون ممتنة جدا. إذا لماذا
المجلس لننظم اجتماعا طارئا في منزل باني بشكل عاجل. ديانا أعدك لن تذهبي لأي مكان. شكرا تيمور، آمل ذلك. دعوا حديث الحب هذا لاحقا. يجب أن نفعل شيئا، لا يمكننا الانتظار. لا أفهم الإعلان العاجل، أهناك حفلة؟ حسب الرسالة الصوتية لن تكون هناك حفلة، لأن الصوت كان حزينا جدا. آمل ألا يطردونا. وكأننا فعلنا شيئا خاطئا. نحن نتصرف جيدا. تبا آيس، ماذا إن لم يعجبهم طعامنا؟ شباب، هل عجبكم فطور اليوم؟ إذا ليس هذا ما حدث، حدث شيء آخر. أشعر وكأن شيئا سيئا حدث. أنا أيضا أشعر أن شيئا سيئا حدث. إذا شباب، من الجيد أنكم هنا جميعا. أنصتوا وإلا سنهتم بكم، وإلا ستحزمون أمتعتكم وتتركون المنزل الريفي. مستعدين لهذا؟ لسنا كذلك، ما الذي فعلناه؟ هذا يجعلني أشعر بالذنب. بوني، نحن صديقات، لن ترمونا في الشارع. صديقات شباب، لا نريد أن نطرد أي أحد، لكن هناك أشياء حدثت. حسناً، والدي ديانا سينتقلون لدولة أخرى، وديانا يجب أن تذهب معهم. ماذا؟ ديانا قائدة الفريق، لكن لا تحزني، أستطيع أن أخذ مكانك. لا تقلقي، ستحاول. شباب، عما تتحدثون؟ شباب، هل فقدتم عقلكم؟ جينا هنا كي تساعدونا في إقناع والدي ديانا ليتركوها. أجل، وأنتم تريدون أخذ مكان ديانا؟ تبا لهذا. أردت المساعدة، ليس لدي شيء ضد ديانا. ديانا، أي مساعدة تريدينها؟ نحن مستعدين للمساعدة. صحيح؟ أجل. شباب، أقنعوا والدي ديانا كي لا يذهبوا لأي مكان. شباب، إن ذهبت مع والدي سينتهي الأمر، تعلمون لن أراكم مجددا. أجل، هذا سيء جدا، سأحزن جدا إن لم أرى ديانا مرة أخرى. ليالي، نحن نتحسن. حسنا، أجل يانا، نحن نتحسن، لكن ليس تماما. طبعا، ماذا نفعل؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ نتصل بوالدي ديانا. ليس هذا ما قصدته، اختاري أصبعا. طبعا، نرجو والدي ديانا لكي يبقوا. ماذا كنت تريدين؟ حسنا، كنت أفكر من الأفضل، هذا أبو ديانا أم بقاؤها. حسنا، تم الاختيار، إقناع والدي ديانا للبقاء. شباب، افعلوا ذلك، نثق بكم. شباب، أعدكم، إن بقيت ديانا هنا سأحترم كل واحد منكم. شباب، أنا أرجوكم ساعدوني كي أبقى هنا، أنا لا أريد أن أرحل. سنفعل ذلك. كيف؟ أعطني هاتفك. لماذا؟ لأتصل بوالدتها. اتصل من هاتفك. أنا في قائمة الحظر. ديما، ماذا فعلت كي تحضرك؟ اتصلت بوالدتها وظننت أنه رقم لارن. ديما، الأرقام متشابهة؟ أجل، آخر ثلاثة أرقام مثل بعضها. إذن فتيات، بسرعة، أنا أراسل الخالة يونانا. أنا أيضا، والدي ديانا، لا ترحلوا، لا تأخذوا ديانا بعيدا عنا. لا أعرف ماذا سأكتب، ساعدوني. اكتبي ما يمليه عليك قلبك. حسنا فتيات، لدي فكرة. فتيات، خذوا وقتكم، أنا أحب ديانا كثيرا، أحبها جدا، لكن والديها قرروا أن يرحلوا ولن يكون لنا رأي في ذلك. ماذا تقصدين؟ أبي، ألم تسمعي؟ طلبوا من الجميع أن يكتبوا لوالدي ديانا ويرجوهم لكي يبقوا. إذا أنا أكتب، خالة يونونا أرجوك لا ترحلوا، من الصعب علينا العيش من دونك ومن دون ديانا أكثر. شباب، اسمعوني، بلوندي، لا تكتبي أي شيء. اسمعوا، ديانا ستذهب ويمكننا العيش من دونها. أستطيع أن أكون قائدة فريق بوني، وأستطيع أن أكون قائدة فريق فروكس. ماذا؟ قائدة فريق بوني وفريق فروكس؟ ألست تبالغين أبي؟ أتحاولين وضع يديك على كل شيء؟ لا فتيات، أنا فقط قلقة عليكم لكي لا يفسد كل شيء بعد رحيل ديانا. ليس عليك أن تقلقي حيالنا، ونحن سنبذل جهدنا كي لا ترحل ديانا. لا تنسي، نحن أصدقاء ديانا. فتيات، لم تفهموا قصدي. فهمناك جيدا أبي. سيكون الأمر رائعا إن أصبحت المدربة أبي القائدة. ما خطبكم؟ أظن أنه إن كان مقدرا على ديانا الرحيل فسترحل، وإن لم يكن كذلك عندها الخطة ستفشل ولن تذهب لأي مكان. ما الهراء الذي تقولينه؟ أنت تفكرين كالطفل. ماذا تقصدين بإن كان مقدرا سترحل؟ والداها قرروا. أفكر بصوت عال. إذا لنصوت أبي قائدة المشجعات؟ لا، مجددا لا. طبعا بلوندي، أنت لئيمة، لو لم تكوني أنت كنت سأكون قائدة منذ زمن. أبي، ألست خائفة بأن أقوم بإخبار باني؟ باني، لن يصدقوكم، أين الدليل؟ سيصدقوننا. لا ديانا، لن ندعك تذهبين. آيس، الأمر ليس بهذه السهولة. ديانا، هذا الكعك لكي يساعدك. شكرا، بيتزا. طبعا، يا رحلت ديانا، سنفقد عقلنا من دونها.
وأنا سأبقى من دون صديقتي؟ فتيات تمزحون، ليس هذا ما كنتم تقولونه في غرفة المعيشة، لكن الآن أنتم حزينات. ديانا تعلميني إن رحلت حتى أنا سأشعر بالحزن. تباً ليالكم تحبين الحزن. تباً يانا، أي حزن؟ أنا أتحدث عن الحقائق، ليس علي أن أحب الجميع. أجل يالي، لقد نسيت أنت تعاملين الجميع بشكل محايد حتى أنا. شكراً شباب، بصراحة أنا حقاً مصدومة، هذا حقاً أمر رائع لأنكم تساندونني. ديانا لن تذهبي لأي مكان، لن تذهبي لأي مكان. ناسيا، أنت كسيدات العمل اذهبي وتحدثي مع والدي ديانا. الآن مايا سأتصل وأتحدث مع والدي ديانا. ديانا، هل نصنع كعكة ونكتب فوق الكعكة خذا يا نورنا لنضعك تذهبين؟ بيتزا، شكرا، هذه فكرة جيدة، لكننا لسنا كساحرات الأفلام. شباب اهدأوا، هناك فطيرة كرز في الفرن، لنرسل قطعة للخالة يونونا. شكرا آيس. الأفضل أن تكتبوا خالة يونونا، لن ندع ديانا تذهب. ديانا لا أفهم لما كل هذا، سيصبح عمرك 18 سنة قريبا، فقط قولي أمي أبي لن أذهب. ليالي، هل كنت أنت لتفعلين؟ أجل هذا سهل. هذه فكرة جيدة ليالي، لكنني لا أريد أن أحزن والدي، علينا أن نقنعهم فقط بأن يبقوا. فتيات، الفطيرة عليها قشرة ذهبية، من يريد قطعة؟ اثنان. واحدة. لا نريد. لا فتيات، نريد فطيرة الكرز. آيس، نريد قطعة أرجوك. ماذا شباب، هل قررتم؟ هل علينا إقناعكم؟ في هذا المنزل الواحد للكل والكل للواحد. صحيح شباب، لما هذا صعب؟ إن أرسل الجميع يمكن لديانا أن تبقى. لما تجلسون كرجال الأعمال كالملوك؟ هيا اكتبوا رسالة. لما نجلس هنا؟ نحن نجلس في أماكننا، في غرفتنا. إذن هل قررتم هل سترسلون أم لا؟ ديما، ديانا صديقتك السابقة، يمكنك أن تتصل بوالدي ديانا، أنت تعرفهم. صحيح ديما، هل هذا صعب عليك؟ يمكنني. لا لا يمكنك ديما، لن نتدخل، مشاكل ديانا هي مشاكل ديانا. شباب سأقتلهم. أنا أيضا. لا لا، نحتاج لهذا الآن، ليس وقت شجار. شباب تعلمون كيف تبدون؟ كيف؟ كدجاجتين خائفتين سقطتا من عيني. نحن أيضا. لما لا تدعوني أتصل بوالدي ديانا؟ أشعر أني مغفل. إنها صديقتك السابقة، لا حاجة لذلك. كيف لسنا غرباء عن ديانا؟ ديما لا أريد أن أسمع هذا الهراء. حسنا سأذهب للحمام. أجل، تذهب للحمام لتراسل والدة ديانا، لقد خيبت ظني. أتعلم كيف سئمت من كلامك؟ نحن متساويين، أستطيع أن أقرر بنفسي. إذا لا تطلب مني أي نصيحة، ارميها على رأسك. ألو، مرحبا خالي يونونا، هذا ديما لاعب كرة القدم، تذكرتني؟ أتعلمون فتيات، حتى وإن رحلت لن أنساكم على الإطلاق. ديانا لا تقولي هذا. تباً ديانا، تريدين أن نبكي الآن؟ لن ندعك تذهبين لأي مكان، لن ندعك. حسناً، في حالة رحلت سنتحدث دائماً، هناك واتساب، تليجرام، وإنستغرام، سنكون بخير. أحقا لا تظنين أن الأمر سينجح وسترحلين؟ لا أعلم فتيات، لكن أريد أن أخبركم أنني أحبكم. نحن نحبك أيضاً. شباب تعالوا. ديانا ابقي، ديانا ابقي، ديانا ابقي. ديانا لا نريدك أن ترحلي، كيف سنعيش من دونك؟ ديانا ابقي. أجل، هل نتصل بوالديك الآن ونقول لهم ابقوا؟ مرحبا أيها الفاشلين، آذانكم مضحكة. أيها الفاشلين، قمتم بشيء رائع لكن هذا غير كاف. كان عليكم أن تتصلوا أولا ثم تعالوا. ناسيا، وهل اتصلت أنت؟ لا، أنت تجلسين هنا وتحضنين ديانا. معلم مايك. أجل سأتصل الآن. رأيت ديانا، يجب أن تكوني سعيدة، حتى الفاشلين والمعلم مايك لا يريدونك أن ترحلي. أجل أرى هذا، هذا يجعلني أتردد أكثر في الذهاب. ألو، مرحبا يونونا، هناك شيء لا أعلم كيف أقوله. لا نريد أن تذهب ديانا، لا نريد أن ترحل ديانا، من دون أن كل شيء سينتهي. لما لا تبقون هنا؟ أعطني الهاتف. المعلم مايك حزين، هذا يعني أن لا شيء تغير. أجل حسنا، إلى اللقاء. ديانا أمك قالت لك اتصلي بها. أجل معلم مايك، سأتصل بها، سأفعل لاحقا. حسنا شباب اذهبوا، نريد أن نكون بمفردنا. آسفين، هذا لم ينجح ديانا. سنشتاق لك كثيرا. حسنا الفتيات، يجب أن نذهب ونحزم أمتعتنا ونذهب للمنزل بحزننا هذا، لأن الطائرة ستحلق غدا. تباً ديانا. لا فتيات، هذا صعب علي أنا أيضا، لكن أحيانا لا يمكننا أن نغير ما تم تقريره. ديانا، سنكتب لك كل يوم.
وسنتحدث على فيس تايم. سنأتي ونزورك معاً كل من في منزل باني. بالطبع فتيات، أتأكد من زيارتكم أيضاً. من الصعب تصديق هذا، سيكون من الصعب علي توديع تيمون. ديانا، هذا صعب علي أيضاً لأنني أنا وأنت صديقان. نوبا لا تبكي. وإلا سنبكي أيضاً. أتعلمون فتيات، سنكون سعداء دائماً حتى من مسافة بعيدة. باني معا للأبد. جميع من في المنزل الريفي اتصل بوالديك، لكن ديما يتحكم فيه كيف للأسف. ديانا، أية أخبار؟ الأخبار أسوأ، لا أعلم من اتصل، لكن ديانا الآن سترحل. مايك اتصل بيونونا للتو، ويونونا قالت أن ديانا سترحل، لا شيء يمكن أن يتغير. لا توجد هناك عودة. لا 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 أصدق هذا. تبني، هذا كان حلم، هذا كان حلم. تبني يا شباب، هذا ليس حلما. ديانا سنشتاق لك. تيمور، سأشتاق لك. وأنا أكثر. تبان، أمي تتصل. غالباً أرسلت السائق ليصطحبني. ألو أمي. حسناً، هذه هي أسوأ سنة، ديانا سترحل. لا تقل هذا. ماذا؟ هل أنت جادة؟ ديانا، ماذا؟ ماذا؟ حسناً، فهمت. وداعاً. شباب، لن تصدقوا هذا، لكن الرحلة ألغيت. حقاً؟ لشهر. هذا جيد، سنتحدث مع والديك لشهر يغيروا رأيهم. شباب، لدينا شهر، سأبقى معكم لشهر آخر. ديانا، لن تذهبي لأي مكان أبداً. لن ندعك تذهبين لأي مكان. شباب، أرجوكم دعوا يا جبل لكي لا يذهب والدي ديانا لأي مكان وتبقى معنا. تيمورا، تعتقد أن هذا سيساعد؟ أظن ذلك، لأن متابعيننا يحبوننا كثيرا. حسناً شباب، دعوا إعجاباً واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقاً. وداعاً.